إذن مشاهدي قناة شعب قناة شو تيفي، رجعنا لكم في لايف جديد من نواحي بن سليمان. فالحمد لله الدجاج نزل في الثمن، ما بقاش داك الثمن اللي كان داير 20-21 درهم للكيلو، دابا داير 17 درهم الكيلو، جودة عالية. شوفوا معايا تبارك الله، الدجاج جودة عالية تبارك الله، واقف صحيح الحمد لله. نتمنوا ان شاء الله حتى اللحوم الحمراء تزيد تنقص في الثمن بعد ما نزل الثمن ديال الدجاج، فنتمنوا الخير يا ربي. وخصوصا حنا مقبلين على الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك اللي بقى ليه اقل من شهر، فنتمنوا الخير يا ربي. نتمنوا ان شاء الله كيف ما ذكرت الثمن ديال اللحوم حتى هو ارجع. فالحمد لله بعد التساقطات المطرية الأخيرة الثمن ديال الدجاج الرومي نزل شيئا ما، ولا داير 17 درهم فقط بعد ما كان واصل بعض الفترات 23 درهم 22 درهم 21 درهم. الحمد لله هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف ما كتشوفوا معايا الدجاج جودة عالية، الدجاج الرومي والثمن ديالو 17 درهم الكيلو هنا نواحي بن سليمان، حتى في بن سليمان هذا هو الثمن ديالو. فالحمد لله حتى الاقبال ولا عليه، اقبال ما بقاتش كيف ما كانت، يعني الناس ولات كدي جوج فرارج ثلاثه بعد ما كانت كدي نص فروج في بعض الاماكن، لان الثمن كان طلع بشكل كبير وكبير، وليتي كتاخذ فروج ب 70 درهم ولا ب 60 درهم قاصحه، دابا الحمد لله 40 درهم 45 درهم 50 درهم تاخذ لك فروج. فالحمد لله ثم الحمد لله. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فصباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج الرومي. الدجاج نقص الثمن ديالو كيف ما ذكرت، بعد ما كان طالع الثمن ديالو واصل بعض الفترات 23 درهم 22 درهم 21 درهم، فالحمد لله نزل الثمن شيئا ما، ولا داير فقط 17 درهم الكيلو. نتمنوا الخير، نتمنوا يا ربي يزيد ينقص اكثر فاكثر، حتى اللحوم الحمراء تزيد تنقص، وهذا ما نتمناه ان شاء الله. الصورة امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، دائما اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج الرومي. فالدجاج الرومي نقص الثمن ديالو شيئا ما، ولا داير 17 درهم. شوفوا معايا الخيرات جودة عالية تبارك الله. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج الرومي. الخيرات موجودة تبارك الله، ثمن ديال الدجاج الرومي نقص شيئا ما بعد ما كان واصل 22 درهم 23 درهم الكيلو، ف ولا داير 17 درهم الكيلو فقط.
إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، لازلتم تتابعون معي هذا النقل المباشر. فثمن ديال الدجاج 17 درهم الكيلو. شوفوا الجودة ديالو تبارك الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فما قليا إلا نودعكم. بعد ما كنت معكم في نقل مباشر من نواحي بن سيمان، عطيناكم الثمن ديال الدجاج الرومي اللي نزل الثمن ديالو ولا داير 17 درهم فقط الكيلو، بعد ما كان واصل 23 درهم 22 درهم الكيلو غير فترات قليلة ماضية. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. ونتمنوا يزيد ينقص الثمن أكثر فأكثر، وينقص حتى الثمن ديال اللحوم الحمراء، خصوصا حنا مقبلين على الشهر الفضيل شهر رمضان. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، نهاركم مبروك إن شاء الله.